Hi, Yasmeen Raees, Lamia Kouli from Anayu.com. I love your book. The book بتاعك تحفة في الفيلم ما شاء الله. ولسه عارفين حالا ان جوزك اللي صورك فطبيعي تطلعي تحفة كده صح؟ اهو ده بقى الكلام اللي انا كنت بخاف منه. بس هقول لك حاجة، انا عملت فيلمين تانيين عايزاك تشوفيهم ان شاء الله مصلحة لما ينزل، واكس لارج احمد حلمي واختار شريف عرفة، ومصلحة اخرى في سامسونج نشأت. شوفيهم برضه عشان تعرفي تطلعني حلوة ولا مش. الحقيقة انت جميلة جدا، رقيقة جدا، الناس اللي واقفين يعني كله بيسأل عليكي. الحمد لله. بصي كان جميل ورقيق وكنت طالعة مذيعة. كنت العريسة المثالية في عينين ماما من دورك بالنسبة للعروسة الحقيقية ده كان مركز صح؟ هل هو كان مختارك عشان انت بتصلي؟ هل هو كان مختارك عشان انت شخصية ناجحة وجميلة؟ تفتكري ليه هو يعني في الآخر اتجوزك؟ انت الوحيدة اللي نجحتي ان انت تأثري قلبه يعني. برغم انه كان بيحب طبعا كده. اعتقد انه الراجل اللي بيبقى مقاطع سمكة قبلها، اللي بيبقى عنده علاقات كتير وبيبقى شاف كتير حاجات وحشة وكده، دايما بيميل اكتر ان هو يبقى مع ست يعني مش زي ما عملتش كل ده. فهو شاف مريم ده، هو شاف فيها ان هي يعني لسه صغيرة ومعندهاش خبرة كتير في الحياة، فأكيد ما مرتش بتجارب كتير، حتى لو هي مرت بتجربتين ثلاثة يعني برضو تقليد وشرقي في تفكيره. طبعا 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 طبعا. مدام سيدي كمان اللي هي الأمر بصورة الأم، طبعا هي أكيد برضو زي أي أم، بنت شكلها حلو وجميل وصغيرة عجبتها تبقى عروسة ابنها. فده بيحصل في الحياة، ده بيحصل كل يوم. دور جميل، وحسيت ان انت تواجدك في الاخر علشان جميلك اللي كان فعلا بيحبك خلى العلاقه غير كامله، رغم ان انت كنت بتحبي شخصيه عبد الله جدا، كنت بتتمني ان هو يبقى زوجي. انا عايزه اقول لك حاجه، مش هو على فكره كريم يعني عمرو صالح، هو عمرو كريم. كريم مش بس هو اللي كان بيحب مريم، مش بس هو اللي كان بيحبني، لا مريم كمان انا كنت بحب كريم، بس انا ما كنتش عارفه. عارفه لما تبقي مع حد طول الوقت وبتشتغلوا مع بعض، بتصحي كل يوم من النوم بتشوفيه وتفطروا مع بعض وتروحوا تشتغلوا، وممكن بالليل تنزلوا تروحوا السينما تحضروا موفي، ممكن هو بيعمل شوبينج يكلمك يقول لك تعالي معايا عشان اخد رايك، هو معاكي طول الوقت. انت مش شايفه يعني مش حاسه ان انت بتحبيه، لان هو اوريدي قدامك. ولما راح منك انت عرفتي ايه؟ هي ابتدت تعرف ان لا، هي مش تقدر تستغنى عن كريم غير وقت ما حست ان هي دخلت في الجد. هي كمان بتحب يعني. تفتكري هي كانت هتبقى سعيده ان العريس تعرف؟ لان هي كانت مش مبسوطه وهي في الاوضه كانت عامله ازاي، وخايفه من الخمود او مش عارفه هي ماشيه صح ولا ماشيه غلط. يعني وقاعده تايهه في الفرح، فاكيد هي كانت مبسوطه. عموما انت شكلك متضايق. دورك في الفيلم ده بيبشر يعني بمستقبل باهي بيكي ان شاء الله، وربنا ان شاء الله. طالما انت من يعني من عيله وزوجك وسكنتم في مصر معاكي، اكيد مش عارفه انت افلام حلوه قوي. Am I seeing you? She's not here. Please. Okay. He's the, I forgot his name, the Indian peon. Is he here?